والآن مشاهدينا نتحول لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا دينا وشكرا إيمان، وكل عام وأنتم بخير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. حققت الصادرات المصرية الزراعية في هذا العام رقما قياسيا جديدا، حيث تجاوزت 6.3 مليون طن لأول مرة في تاريخها. هذا وقد ذكرت وزارة الزراعة أن الزيادة بلغت نحو 625 ألف طن عن العام الماضي، رغم ظروف جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى ارتباك حركة التجارة الدولية والتحديات الكبيرة التي واجهها العالم في هذا العام. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء بورسعيد السياحي يستعد لاستقبال المكتبة العائمة لوغوس هوب والبالغ طولها 132 مترا والتي تصنف باعتبارها أكبر مكتبة عائمة في العالم. وتباشر المنطقة الاقتصادية منذ أيام استعدادات خاصة لاستقبال هذا الحدث الثقافي الذي يعكس قدرة المنطقة الاقتصادية على استيعاب السفن السياحية بجميع أحجامها وأنواعها وتأمينها وتقديم الخدمات المطلوبة لها، مما يساعد على جذب المزيد من السفن السياحية للموانئ المصرية. في أسواق البترول العالمية تقلبت أسعار النفط بشدة في عام 2022، وصعدت بفعل شح الإمدادات في ظل الأزمة الأوكرانية الروسية، والتي تراجعت كنتيجة لضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم والمخاوف من حدوث انكماش اقتصادي، لكنها حققت مكاسب سنوية للعام الثاني على التوالي. وارتفع خام برنت الوسيط في آخر جلسات التداول للعام الحالي بحوالي 3% ليبلغ 85 دولار و91 سنتا للبرميل. هذا وقد صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.4% ليبلغ 80 دولار و26 سنتا للبرميل. وكذلك صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.15% لتصل إلى 3.3 دولارا للتر. في المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.84% لتسجل 4.47 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات رسمية في الصين تراجع النشاط الصناعي بشكل حاد في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي، رغم تخفيف بكين من القيود المرتبطة بالحد من جائحة كورونا في مطلع الشهر. هذا وقد سجل مؤشر مدير المشتريات الأساسي لرصد النشاط الصناعي 47 نقطة مقارنة ب 48 في نوفمبر، أي دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش. وصلنا معكم مشاهدي الكرام لنهاية هذه الوقفة الاقتصادية، ونعود لاستكمال ما تبقى من أخبار السياسية مع إيمان ودينا. شكرا جزيلا لك مصطفى.